مستني اتمنى طريقة عمل كبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة مستني اتمنى طريقة عمل كبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة اكيد من اللحمة كيلو ايوه اقطعه وديله صوص الطماطم ربع كوباية عشان الطعم الحكاية اربع حبات من الهيل هتشوف فيه في الويل معلقتين زيت كبار كان وصفة سوبر معانا وحدة بصلة في الطعم هي البطلة اسطورة في مطبخنا بتخلص من غير عطلة تلات كوبايات رز بسمت دول اللي انا ببدأ بيهم رحلتي مع حبايتين من النومي بمزح فيهم همومي كده ما فضلش غير بهارات اللي بيحكوا احلى الحكايات من فلفل كبسة وكركم بيعملوا احلى النكهات استنى اتمنى طريقة عمل كبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة استنى اتمنى طريقة عمل كبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة هات الرز نقعه وغسله وبعد ساعة صفيه اغسل اللحمة قطعه وتبله ملح وفلفل يا بيه قطع البصل شرايح وابقي على الرايح بعد كده حط البصل في الزيت ويا عيني على الروايح لما اللون هيبقى ذهبي تشيل البصل من الطاسة ونحط اللحمة بكل أدبي تشرب هي الخلاصة قطع البصل مرة تانية مع القدم والليل حط بقى اللومي والصلصة قلب جميل نجيب حلة نغلي فيها المية عادي سهلة مش قضية ونزقها على اللحمة تستوي وتبقى طرية بعد كده حطي رز وبهارات ملح وفلفل كل الزيادة غطي الحلة وخفف فيه النار استني شوية وهتلاقيه الرز استوي استنى اتمنى طريقة عمل كبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة استنى اتمنى طريقة عمل الكبسة دوقها جامدة تعال اسمعك الوصفة